اللقاء يتجدد، المحبة تتورد، والتواصل يتواصل. معكم أعزائي مشاهدي قناة عاشور الفضائية، حيث يكون ونبقى أيضا مع تراث ما بين النهرين، مع المطربين الذين انتموا إلى التراث الغنائي بحس وطني، دفاعا عن تاريخ عريق في حقول الغنى سينيقية، وترسيخا للإبداع العراقي، وتعميقا لدور الرواة في هذا المجال الذين أبلوا بلاء حسنا في الحفاظ على الأنغام والمقامات والأطوار الريفية والتراكيب اللحنية التي تتناغم مع الذوق العام وتتحابب معه وتعود إليه في لحظات الغربة والافتراق، في لحظات التجلي والمؤانسة، في لحظات الفرح الاجتماعي. هذا التناغم مع مفردات الأصالة يشكل عبورا نوعيا إلى الحاضر والمستقبل، ويشكل أيضا الصدق بين الكفاءة في التجربة والتعبير وتصوير التجربة. أعزائي المشاهدين الكرام، نتواصل معكم عبر هاتفي تلفون قناة عاشور الفضائية المثبتة على الشاشة الفضية، لا لطلب الأغاني وإنما للتحاور وتقديم الاستفسارات والأسئلة. همنا وزادنا أن نقدم المعرفة التراثية في هذا المجال الحيوي ومن خلال برنامج تراث ما بين النهرين. أخواني، نقدم لكم في بداية هذه الحلقة المطرب الشعبي الرائد الكبير سعدي الحلي، نزولا عند رغبة عدد كبير من مشاهدي البرنامج. وسعد الحلي عبر أكثر من 40 سنة شكل ظاهرة غنائية كبيرة، اعتمد على حلاوة صوته وقدرته في انتقاء النصوص الجيدة، وبالتالي تدخله في التلاحين. ولذلك يعني احنا نشوف الفنان سعدي الحلي المرحوم كان لا يذكر دائما الملحنين او ملحنين الاغاني التي يغنيها، لانه كان يضيف الى اللحن مفردات كثيره، ولذلك يعتبر اللحن هو عباره عن مشاركه بين ملحن وبين فكره التلحيني، اضافه الى سطوته الباهره في الاداء وشعبيته الكبيرة التي كانت واسعة جدا. وإلى هذه اللحظة سعد الحلي مرغوب في الاستماع، ويشكل ظاهرة ليس في العراق ظاهرة غنائية، وإنما في البلدان العربية. وقتا طيبا مع الفنان الكبير سعدي الحلي.
عشيت بعيوني بلادك ومهلكت الما ما مرت على بالك لا تبرك وشيت بعيوني بلادك ومهلكت الما ما مرت على بالك وطيس من تحسبني بوجوه وذالك وطيس من تحسبني بوجوه وذالك يا واحد وريد وتفوت يا أول عشيق للروح يا واحد وريد وتفوت يا أول عشيق للروح سالت طويلة وياك يم تلقاك تلقاك غني لك واسمع شوقي لاشواقك يا تلقاك غني لك واسمع شوقي لاشواقك يا واحد وريد وتروح يا اول عشيق للروح سالفتي طويلة وياك يا مسترجع مشاهدين الكرام. نقدم لكم بعد قليل الفنان المطرب ناظم شكر حيث يغني من نغم مقام البيات وأيضا تأتي أغنية يم العيون السود معجوزا أنا، وهذه الأغنية كانت لها قصة تحدثنا عنها سابقا
وقلنا أنها من تلحين مولى عثمان الموصلي، ثم بعد ذلك انتقلت إلى الحركة اللحنية الموصلية، فظهرت أغنية يا قاضي بالبان ثكل لي حميتي لا تطبخ الكشكة واغلق باب بيتي، ثم بعد ذلك لما عندما وصلت إلى بغداد تحولت إلى يم العين السود معجوزا أنا وإلا لسافر للهند. وأيضا استلهم هذا اللحن عباد جميل الله يرحمه في أغنية يا طبيب أصبح عبد الله علي كلف اللي غناها أيضا الفنان الكبير داخل حسن. قبل أن نرى ونشاهد ناظم شكر معي هاتف. ألو تفضل. ألو تفضلوا. سيد عبيد المدى صدر، أهلا وسهلا بك. شوي علي صوتك من فضلك. الغام ما عارف شنو هو. حسين عبيد من مدينة صدر. اهلا وسهلا بك. تفضل. ما الغام ما عارف. الغام ما النوم البيات. شكرا جزيلا لهذا الاتصال، وننتقل الآن إلى المطرب من بهرز الفنان ناظم شكر، وهذه اللمحات من مقام البيات وأغنية يم العيون السود معجوزا أنا. اتصال من الموصل الأخ محمد إبراهيم، أهلا وسهلا بك. الله يسلمك عمي. أهلا وسهلا تفضل. شلونك عمي؟ الله يخليك. وياك محمد.
اهلا وسهلا ابو جاسم، تفضل. اسمعك اشكرك. عمي حمد الله، البرنامج على شنو؟ هذا البرنامج يخص التراث المقامات والاطوار الريفيه والغناء المديني، ما يتعلق بالماضي القريب. انقطع الاتصال ونعود الى الغناء مره اخرى. روعي عن الفؤادي اتصال آخر من دولة الإمارات العربية المتحدة من أبو ظبي. أهلا وسهلا، تفضل. ألو، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن نشارك؟ تفضل. وياك أبو طه جاسم من أبو ظبي. أهلا وسهلا، أهلا بك. بس حبينا نترحم على فنان كبير سعد الحلي. نعم، حبينا نترحم على فنان الكبير سعد الحلي. سعد الحلي الله يبارك فيك، يعني هي طبعا خسارة كبيرة. سعد ان شاء الله. شكرا جزيلا. فنان ونعم الفنان. بالتأكيد. وشكرا. انت تشوفون قناة عاشور يعني باستمرار؟ ما اسمعك. تشوفون قناة عاشور باستمرار بالامارات؟ نعم نعم نشوفه، والله يحييها القناة الحلوة الرائعة. الله يسلمك، ان شاء الله نكون عند حسن الظن الجميع يعني. امين ان شاء الله. امين، الله يسلمك. الله ان شاء الله يبعد عنكم الشر ويحفظ العراق كله ان شاء الله. الله يخليك كبيره. اشكر اتصالك ايها الاخ الفذ. الله يسلمك ان شاء الله. الله يخليك، مع السلامه. الله يخليك. اخواني، نعود مره اخرى الى الشعر والعبوديه من مقام البيات، وانا اقول شكرا. بعد امر بدار والفاي والفاي ولا ميز بين الشمس يا بيا يا با اتصال من بغداد الاخ ابو داود، تفضل. تفضل عزيزي. الله يسعدك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا ابو داود، تفضل، عندك سؤال يعني تسالنا؟ شلونك ابو الوليد؟ الله يسلمك، اشكرك. الله يسلمك. تسلم. شكرا هلا. شكرا لاتصالك. هلا ابو الوليد، بركتك ابراهيم العزاوي. نعم. ان شاء الله في حلقه قادمه، في حلقه قادمه نقدم المطرب الفنان ابراهيم العزاوي. شكرا، شكرا على اتصالك. كيف يخصك بالسلام. شكرا جزيلا، انا اشكرك. مع اتصال اخر، تفضلوا. الو، تفضلوا. الو، نعم.
تفضل أخ أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. شوي بس تشاركون بلا زحمة. إيه تفضل. شوية التلفزيون نصلنا. طبعا نشكر قناة آشور على هذه البرامج الجميلة. نعم. واحنا نشكرك ايضا. والاغاني التراثية. نعم. اطلب اغنية الفنان سعد الحلي. احنا قدمناه في بداية الحلقة الفنان سعد الحلي وانقطع الاتصال ونشكر الاخ احمد ولننتقل الى الغناء. اكو اتصال اخر. نعم تفضلوا. تفضل. مساء الخير. مساء النور. مساء الخير استاذ. اهلا وسهلا. شلونك استاذ؟ اشكر لطفك. العفو حبي احييكم على هذا البرنامج. شكرا. وردت اسال جنابك عن الفنان الكبير قحطان العطار، شنو اخباره يعني ما نعرف عنه؟ والله الفنان قحطان العطار طبعا من الفنانين الكبار اللي هو ثمرة من ثمرات الأغنية السبعينية، واللي من يعني جماعة كفؤاد سالم ورياض أحمد. هو حاليا منذ فترة طويلة خارج القطر، نتمنى إلى الصحة والعافية والعودة إلى الوطن الحبيب بكل سلام. أشكرك أستاذ. إذا يمكن فد أغنية للفنان الكبير قحطان. الحلقة القادمة إن شاء الله نقدر نقدم لكم أغنية، لكن حاليا عندنا منهج خاص. وأشكر اتصالك. نعود مرة أخرى إلى الغناء. اتصال الاخ حسين خضر من بغداد. اهلا وسهلا بك. الو. تفضل اسمعك يا اخ حسين. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. تفضل. بالنسبه عندي سؤال على المرحوم داخل حسن. نعم. الله يرحمه. الله يرحمه. ايش وقت توفى بالنسبه له؟ والله هو فنان عزيز علينا وغالي علينا وغالي ونعزه. طبعا داخل حسن من الكبار رواد في الغناء الريفي، وله بصمات واضحه وله تاثير، يعني واثر برياض احمد واثر بجيل كبير من المطربين اللي يعني اعجبوا باسلوب غنائه وبالبحه الممتازه في صوته وحتى بالحانه. هو توفى في منتصف التسعينات من القرن العشرين، وكل تسجيلاته موجودة، وهو يعني داخل حسن يعتبر من يعني تراثه موجود عند الشعب وأيضا في المكتبات وعند المطربين أيضا. أشكر اتصالك أخ حسين. أشكرك أستاذ على هذا البرنامج. ولا ممكن بس أغنية داخل حسن ان شاء الله. الحلقه الجايه راح يكون اول مطرب نقدمه هو الفنان الكبير داخل حسن. نعود مره. شكرا للاخ حسين، ونعود الى ام العيون السود ما جوزا انا.
وعفوي بالباب تصرخ يا لطيف، وعفوي بالباب تصرخ يا لطيف، لاني مجنونة ولا عقلي خفي، لاني مجنونة ولا عقلي خفي. ننتقل الآن إلى مقام الصبا، فهذا سرمد عبد الجبار يقدم لنا شعر عبودية من مقام الصبا، بعد ذلك ينتقل إلى أغنية تراثية. وسرمد عبد الجبار من المطربين الشباب الذين تركوا مؤشرات واضحة في الغناء التراثي وحتى في التلاحين الحديثة، لكن صوته الجميل وقدرته في التعبير عن الغناء التراثي جعله أيضا يجتهد في بعض المحاولات الغنائية، ويؤكد على أهمية النغمة التراثية بما يجعل من هذه الأهمية قدرة فائقة على التواصل مع التراث ومع الحداثة في موازنة موضوعية وعلمية. معكم الفنان سرمد عبد الجبار وشعر عبودية من مقام الصبا. Thank you.
عزيز النفس ما فاجت بجزرة وعافت المدة عزيز النفس ما فاجت بجزرة وعافت المدة الدهر مقلوب جدم عد حدي ابهد بعيني اشل جرحي ابهد بعيني اشل جرحي وظل عيصير الى سداي يا لها بعيني اشل جرحي وظل عيصير لا سدي حسافة رجة من شامت ويلي ترجى من شامت ما معدود بالعدة ما معدود بالعدة أموت وما أقل أرجو أموت لا 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 أموت وما إلي رده
أموت وما أقل أرجوك أموت وما ما إلي رد ظلت لا ما أموت يا ويلي ظلت لا ما اتصال من اربيل الاخ ابو عراس تفضلوا. يحيى الله يسعدك. اهلا وسهلا. كيف صح؟ انا شن متابعين برامجكم من شان الله يسلمك. دائما احضر في المتحف البغدادي. نعم. اسمعك ابو عراس تفضل. شويه التلفزيون نصيب من يمك. مكتبه تابع. اهلا، نشكرك على اتصالك وعلى متابعتك لنا في برامجنا ونشاطاتنا. صريح بالنسبة للأستاذ سرمد، تحياتي خاصة إليك. نعم. لأن كان من أصدقائنا ووالده كان صديقي أيضا.
والد المطرب مقام معروف عبد الجبار عباسي بالتاكيد. نعم نعم هو المطرب من اصحابنا معروف. نعم دائما كنت احضر حفلاته وعندكم بالمتحف. نعم نعم بس ان شاء الله يعني نعاود المشاعر. نعم تفضل مو من التلفزيون. انا اشكرك جدا ابو راس على هذا الاتصال وان شاء الله نلقاك بخير وعز وكرامه. شكرا جزيلا. دائما ان شاء الله اكون على اتصال وياك استاذ يحيى. ان شاء الله ان شاء الله. بارك الله بك. الحنين خناني صحيح يا اخي انت انسان راقي انا بقى اشعر انه انت يعني اخذك الشوط والشوق الى التراث والمقام الشوق. نعم 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 وهاي دموعك هي خاصة مع الاستاذ سرمد يعني رجعني ايام الى هي هاي الحقيقة. هو هذا دور المنت المؤدي الجيد والتراث. التراث دائما عودة إلى الماضي، ماضي النقي، ماضي الذكريات الذي يمتلئ بالطيبات من هذه الذكريات. وهذا يعني هو دور التراث الحقيقة، عودة إلى الماضي بحافلة. زين استاذ يحيى. نعم. زين استاذ يحيى شلون أقدر أتصل بأستاذ سرمد؟ اذا ممكن عنوان التليفون. والله انا حاليا تلفونه ما عندي يعني اذا ان شاء الله على حلقه قادمه ممكن انا اعطيك تلفونه يعني. شكرا جزيلا. شكرا زين استاذ عبد الجبار ما عنده عنوان التليفون شيء حاليا يعني الظروف الامنيه حاليا ما تخلينا احنا نتواصل. صحيح انا عندهم تلفونات لكن حاليا ما اتذكرها يعني حقيقه بس ممكن الاسبوع الجاي اتصل بي وانا راح اعطيك التلفونات الاثنين يعني في نفس الوقت. نعم نفس الوقت ويكون انا منطيك التلفونات. واهلا وسهلا بك وانا اشكرك جدا. اخواني المشاهدين نبقى معكم ومع فرقه انغام الرافدين وهذه توليفة من تقاسيم مقام البيات ومقام المحمودي بطريقة فيها بعض الاجتهاد والإبداع أيضا. اتصال آخر من محافظة ديالة ومن الأخ محمد عبد الرضا. أهلا وسهلا بك. ألو تفضل. ألو الله يسلمك أستاذ. الله يسلمك أشكرك. الله يسلمك أستاذ. الله يسلمك تفضل. شلون الصحة؟ أشكرك بخير. ألو أسمعك أخ محمد. أستاذ الله يسعدك. أشكرك. الله يسعدك أستاذ. أشكرك جدا. أستاذ الله يسعدك. الو لازم مدى تسمعني استاذ احنا معجبين ببرنامجكم. الله يسلمك اشكرك. استاذ احنا معجبين باغنيه داخل حسن. ان شاء الله الاسبوع القادم راح نقدم لكم داخل حسن وسوف نتحدث عن ابداعات داخل حسن ايضا. مشكور استاذ. شكرا جزيلا وننتقل إلى فرقة أنغام الرافدين.